كلمات النازحين بأطراف أربيل ما تزال الأزمة مستمرة، حيث البرد القارس بشتاء المناطق الشمالية القاسية البرودة، ومحاولات العودة الصعبة إلى منازلهم في الموصل أو أطرافها شديدة الصعوبة. والله كل شيء محتاج، أنا يعني بعد جديد يعني كل شيء محتاج. شلون شفت الأجواء بالمخيم يعني بشكل عام؟ والله الحمد لله زينة، بس تعرف الوضع تداخل مخيم بعد هاي. يعني ما مثل منطقتك أو بيتك أو جيرانك أو متمام؟ ما أعرف ليش ما يطلعونا، والله إحنا نعاني من الطلعة يعني برد وشوف ما والله ندرج من الشيماء. يعني مناطقنا كلها متحررة، ما يرجعون مناطق المتحررة، يعني لا أجي أحشي لك من ما منطقة إذا ما متحررة، كل المناطق متحررة، إحنا نعاني من مشكلة الطلعة. الطلعة فرد مرة ما عاد تسهل الأمر. إجراءات الأمن ونقص سيارات النقل التابعة للحكومة العراقية قد تكون سببا بارزا في عدم عودة النازحين السلسة لمناطقهم المحررة، والسبب في استمرار أزمتهم، فيما غابت خلال ساعات وجودنا داخل مخيم حسن شامي وزارة الهجرة التي لم نرى لها أثرا إطلاقا. مقصرين بالدرجة يعني بدرجة كبيرة، يعني النازحين عددهم يزداد، 58 ألف ناس اليوم موجودين بثلاث مخيماتنا، يحتاج دعم أكثر، والمسؤولية الوحيدة هي على حكومة العراق الفيدرالي. 58 الخازر وحسن ثلاثاتهم نعم. وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي ينحدر من الموصل تحدث للشرقية نيوز خلال جولة بمخيمات ونقاط إيواء ومساعدة النازحين عن غياب واضح لوزارات عدة عن مشهد المخيمات. طبعا طلبهم مشروع الناس وحقهم، وضع صعب ونازحين، ولو المنظمة حقيقة باذلة جهود يعني واضحة جدا، منظمة البرزان جزاهم الله خير، واضح وضعهم داخل المخيم ممتاز حقيقة، أفضل من غير مكانات، ولكن من حقهم العودة، لكن العودة يجب أن تكون مضمونة للمواطن. احنا أيضا ما نريد نفرط بهم ويرجعون، وأيضا المدينة لا زالت فيها عبوات، الجيش ديطار في المناطق، مقارنة بمخيمات أخرى أماكن أخرى النازحين أعتقد وضع جيد مقبول يعني بالنسبة. شفت وزارة الهجرة موجودة اليوم لو لا؟ لا حقيقة ما موجودين، وهسه الإخوان أيضا شكوا من وزارة الصحة والتربية، يعني هسه معلمين دي يقولون مدرسة للنازحين بدون رحلات، يعني وهي شيء بسيط هذا بالنسبة لإمكانيات وزارة التربية، كذلك الصحة أعتقد أكو هم شكوى من بعض المواطنين أنهم ما يوفروا لهم الأدوية اللازمة. ورغم موجة النزوح المحدودة التي رافقت تحرير أيسر الموصل، فإن المخاوف تكمن في جانبها الأيمن الذي سيتسبب بمشكلة نزوح كبيرة إذا كانت معالجة الحكومة العراقية للأمر كما كانت مع نازحي الأيسر. من مخيم الخازر في أربيل، عثمان الشلاش، الشرقية نيوز.